بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم بلا فلتر، البرنامج اللي كنناقشوا فيه مواضيع سياسية، مواضيع اجتماعية، اقتصادية، مواضيع راهنة. اليوم كما شفنا كاين واحد الموضوع اللي فرض راسه بقوة، هو الموضوع ديال مدونة الأسرة. كاين اللي مع، كاين اللي ضد، واخا مازال أصلا احنا غنشوفوا هادشي في خلال الحوار، مازال ما كاينش شي ديباجة أو شي معلومات اللي عارفينها وأنها صحيحة. اللي كاين هو ماشي حتى تصريب، ولكن هادشي غادي نشوفوه من خلال الحوار ديالنا. باش نناقشوا هذا الموضوع استضفنا سيد فؤاد مسرة، هو استاذ جامعي ورئيس مركز التناظر للدراسات والابحاث. مرحبا بك معنا. مرحبا استاذ امال، وشكرا على الدعوه. شكرا لك. ندخلوا نيشان في الموضوع. مرحبا. موضوع مدونه الاسره دار بزاف ديال الصداع وبزاف ديال النقاش وبزاف ديال الهجوم، احيانا بل احيانا كثيره هجوم زعما للناس اللي باقين قالوا هذا مازال ما شفناش حتى شنو هو هذا مدونه الاسره وجديد مدونه الاسره، فاذا به كاين هجوم يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا بالنسبه لك نبداو بهذا الشيء، علاش كان هذا الهجوم بالنسبه لك؟ بلي هذا الموضوع هذا ما نعتبروش انا هجوم، وانما نعتبرو تفاعل، نسميه هذا الاسم، هذا نطلق عليه اسم التفاعل. وهذا التفاعل تيبين على ان هذا واحد الموضوع، موضوع مهم ويهم جميع فئات المجتمع وجميع افراد المجتمع. وايضا هذا الموضوع فيه نوع من الرهبه، تخوف يعني بعض الناس يخافون على مراكزهم القانونية. وأيضا نحتاج في هذا الموضوع إلى كثير من الشفافية وكثير من التواصل. خافوا على مراكزهم القانونية، شنو هي؟ أنا كنت كنتظر تقول لي الرجال خافوا على بعض المكتسبات. المهم احنا غادي نشوفهم بعد واش مكتسبات ولا اشياء. المهم احنا باش ما نظلموا حتى شي طرف من مكونات الاسره، ولكن شنو كتقصد بمكوناتهم؟ المكونات، انت تتكلموا على المكونات، هي مكونات الاسره دائما تتكون من الام والاطفال والاب والاطفال. يمكن نسميهم الزوج والزوجه، يمكن تنطلقوا عليهم اسم الاب والام، وبالتالي تختلف على حسب المنظار ديالنا والزاويه. بمعنى الا كان اطفال تنظروا للاباء ديالهم وتطالبهم بالانفاق، يمكن الوالدين في مرحله معينه تطالبوا الابناء ديالهم بالانفاق، يمكن الزوجه تكون عندها اشكالات او علاقات جيده مع الزوج ديالها. بمعنى هذه العلاقات هي ننظر اليها يعني كل مره من زاويه معينه، ولكن في نهايه المطاف انا اعتبر ان التواصل الكثيف المعول فيه من جهة على وسائل الإعلام الرسمية غير الرسمية وجميع الوسائط في نهاية المطاف، وأيضا نعول على التواصل المؤسساتي بمعنى اللجنة المكلفة بالإشراف العملي على إعداد المقترحات والمسودة. يجب أن تقوم بتواصل دائم وسريع وألا يكون هناك تكتم على سير أعمالها. وهما الصراحة هادو اللي أنت سميتيهم متفاعلين باقي كاع ما كاينش، يعني حتى المكونات ديال اللجنة مازال كانوا كاين. يلا في الأخر زادوا الوزارة المعنية، زادوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبداو كيشوفوا بأن محتاجين بعض المكونات باش يكملوا المشهد، باش ربما توسع هذيك اللجنه ويكون جميع الاطراف يعني المعنيه حتى النيابه العامه، لان ملي كتهضر على اسره راه الناس المحاكم راه حقوق وما الى ذلك. كنظن غادي يكون من الاحسن نهضروا على واحد نبذه بسيطه على المدونه اللي كانت قبل، لان لو كانت ما كانش هناك ثغرات ما كناش غادي نحتاجوا لمدونه اخرى اللي غادي تراجع الثغرات اللي كاينه في المدونه السابقه. بالنسبه لك حيت كنظن اهم ما جاءت فيه المدونه اللي كانت قبل هي انواع الطلاق، تسريع ديال الوتيره ولا شنو تيسميوها المسطره، انواع ديال الطلاق شقاق اتفاقي. وانا اللي سمعت في خلال يعني هذا البحث ديالي على هاد مع محامين، وانت ايضا محامي سابق،
فقالوا ربما احنا في انواع ديال الطلاق ربما كنسبقوا بعض المحاكم الاوروبيه لان هما باقي عندهم المسطره طويله. بالنسبه لك شنو هي اهم الثغرات اللي كانت في المدونه السابقه باش لقينا راسنا مضطرين ان احنا نديروا مدونه اخرى؟ هو بل عندي نقطتين. أيه. النقطه الاولى هو ان بعض مكونات هذه اللجنه وربما سنعود الى هذه اللجنه ونناقشها هي يفترض فيها انها اعدت على الاقل مشاريع داخليه، مثلا المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي اضيف الى اللجنه، يعني في اللجنه الموسعه لاعاده النظر في مدونات الاسره، كان قد عين لجنه داخليه لاعداد مشروع في الموضوع. الوزاره الوصيه على التضامن والاسره كانت قد او كما صرحت الوزيره ان لها انهم اعدوا تصورا في هذا الموضوع وسيشاركونه مع باقي المكونات. اذا هذا كاضافه يمكن ان نعود لهذا الموضوع. بالنسبه لل يعني السابق، الوضع السابق، الوضع السابق هو وضعين، يعني عندنا الوضع ما قبل مدونه الاسره يعني قبل سنه 2004، وكاين الوضع الحالي الذي يراد يعني تعديله وتحسينه واصلاحه. اذا في اطار مدونه الاحوال الشخصيه، يعني قبل ان تحدثوا قبل سنه 2004، لعل يعني النقطه، احد النقاط ولكن نقطه مهمه، تتعلق بالطلاق، بحيث ان النساء كن يعانين معاناه كبيره من اجل الوصول الى الخروج من علاقات غير مريحه، علاقات فيها نوع من فيها الضرر، فيها الضرر، فيها الضغط، في يعني في نهايه المطاف لا يمكن ان نجبر اطراف العلاقه الزوجيه على البقاء في علاقه وهم تحت الضغط وتحت الضرر ويشعرون بالحيف والضرب الى اخره. ولكن بالرجوع الى مقتضيات مدونه الاحوال الشخصيه، كان يتعذر على النساء ان يحصلن على الطلاق لانه كان يجب عليهن ان يثبتن الضرر الذي تعرضن له. وكما نعلم انه العلاقات الزوجيه هي علاقات بين اربع جدران، وبالتالي ليس هناك شهود، وعندما نتحدث عن القضاء، عن المحكمة، فهي مجال للإثبات ولوسائل الإثبات وللشهود إلى آخره. فهنا كان يتعذر على النساء إثبات هذا الضرر. عندما جاءت مدونة الأسرة، لعل أهم الإصلاحات التي أتت بها هو الإشراف القضائي على الطلاق وعلى مسطرة التطليق، وكان يعني المستجد والاجتهاد الأساس هو التطليق للشقاق الذي مكن النساء من الخروج من هذه الوضعية المجحفة بحقوقهن. أكيد كانت هناك الكثير من الإصلاحات، لعل منها الاجتهاد الذي أخذ بأن المرأة الرشيدة يمكنها أن تزوج نفسها بنفسها، وكان هذا اجتهادا مهما. هذا لا يعني أن النساء يتزوجنا يعني بعيدا عن أسرهن، لأن في نهاية المطاف نحن في وسط مجتمع مغربي يحافظ على خصوصيته وعلى لحمته وعلى احترام الوالدين والعائلة. ولكن من الناحية القانونية فللمرأة التي بلغت سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. ولكن هذاك الزواج، هذاك الشقاق، هذاك الطلاق ديال الشقاق، واخا المرأة كان دابا ولات عندها الحق انها تطلق راسها براسها، ولكن في نظرك 20 عام ديال الزواج هي طلقات واحد السن، وحنا عارفين الاكراهات ديال باش تعاود تزوج، سورتو الا ما كانتش خدامه ما عندهاش فلوس، عندها اولاد وكتلقى راسها ربما في الزنقه، وهذه حالات شفناهم هي وليداتها. واش بالنسبه لك يعني هاد الانواع ديال الطلاق يعني حمات المراه وحمات الاسره؟ حمات الاسره حيت حنا غادي نهضروا منطلق ان كاع الاطراف تقدر تضرر، من بعد غادي نجيو لحالات اخرى اللي يقدر يكون فيها الرجل متضرر، لان حنا ما بغيناش نهضروا نشوف هذيك بان غير المراه اللي كتضر او لا غير الاطفال، راه مكونات الاسره بكيفيه او باخرى. اللي بغيناه ان يوصل العدل هو اللي بغيناه، ما فهمتي، هو اللي بغيناه في الاخر من اخر المطاف. هذه هي الهضره ديال صاحب الجلاله، انه في الاخر خاص تكون الاسره اللي ما كتعرضش
الظلم بجميع مكوناتها. بالنسبه لك هذاك الزواج ديال الشقاق، الطلاق ديال الشقاق، واش ما كانش كيظلم المراه؟ فين كاين الخلل؟ الفكره الاساسيه التي ما فتئ جلاله الملك محمد السادس حفظه الله يعبر عنها هي فكره التوازن العائلي او التوازن الاسري، بمعنى توازن المراكز القانونيه لمكونات الاسره، يعني بين الزوج والزوجه والاطفال الى اخره. اذا هذه فكره التوازن. واظن ان التطليق للشقاق كان احد الحلول المتفردة بالنسبة للمجتمع المغربي، لأنه أتاح للنساء وهن شريحة أساسية في المجتمع المغربي أن يتحررن إذا ما وجدنا أنفسهن في وضعية ضرر، وضعية ديال الظلم، وضعية ديال استحالة العيش. ولكن ما كتشوفش بأن خص شي أطراف أخرين يدخلوا، مثلا الدولة تحمل مسؤوليتها بحال النيابه العامه، يديروا شي حاجه في شي خليه اللي كتحتضن ديك المراه بعد ما يلقاو لها فين تمشي. اذا كحلول نعم نحن يعني ننظر الى المسطره من جميع الزوايا. هناك زاويه، اولا اعطاء الامكانيه للزوجه للخروج من هذه الوضعيه التي تحدثنا عنها. اذا هذه مساله. طيب ولكن يعني في الحقيقه ما يجب ان نبحث عنه جميعا هو أن نحافظ على الأسرة، يعني قبل أن نبحث لهذه المرأة على حلول فالحل الأساس الذي يجب أن نجاهد جميعا هو كيف نحافظ على تماسك الأسرة وعلى استدامة الأسرة وعلى وحدة الأسرة بجميع عناصرها. من طبيعة الحال هذا ليس يعني على حسب أو على يعني أن يتضرر طرف من أطراف هذه العلاقة الأسرية لكي تبقى هذه الأسرة مستمرة. يجب أن نحفظ كرامة جميع مكونات الأسرة وحقوق جميع مكونات الأسرة من نساء ورجال، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعمل على الحفاظ على هذه الخلية الأساس. وهذا الأمر يتطلب الكثير من الأمور، من بينها جوانب تأهيلية، بمعنى أن الأطراف يجب أن يعرفوا ما هي مؤسسة الزواج. مثلاً كيفاش زعما غادي تمكنهم هاد، كيفاش، واش تكوين، واش إعلام، واش تعليم، شنو؟ يعني يبدو من خلال بعض التجارب المقارنة أن تمكين المقبلين على الزواج من تدريب، من تكوين في هذا الموضوع يشمل الجانب القانوني، يشمل الجانب الديني، يشمل الجانب التدبير للأزمات، يعني حتى يعرف هذا الرجل وهذه المرأة، هذا الفتى وهذه الفتاة، يعني يعرفوا هذا الشاب والشابة، أقصد يعني يعرفوا هذه الوضعية الجديدة التي وهذه المؤسسة الجديدة التي سيدخلون إليها، وهذه الالتزامات التي سيتحملونها، وهذه الحقوق التي ربما سيطالبون بها، وكيف يمكنهم ان يتعايشوا. يمكن يتعلموا في المدرسه، يعني فاش يكون حيت خصم الباجاج، يعني ممكن ان تكون ماده التربيه الاسريه، ممكن ان تكون يعني التعليم، المؤسسات يعني التربويه والتعليميه يمكن ان تلعب دورا مهما، المؤسسات الدينيه، المسجد والمجالس العلمية المحلية إلى آخره يمكن أن تلعب دورا مهما، الإعلام يمكن أن يلعب دورا مهما، ولكن أكثر من ذلك يجب أن نفكر ولما لا أن نصل إلى أن الراغب في الزواج والراغبة في الزواج يجب بالإضافة إلى الشهادة الطبية للخلو من الأمراض المعدية، يجب أن يأتي بشهادة أخرى للخلو من الأمراض النفسية والعقلية، لأن يعني في كثير من الأحيان يعني يكون مشكل، ولكن المشكل عندما نبحث في العمق نجد أن أحد الطرفين هو ليس سوي من الناحية النفسية. والحالة الثالثة هو شهادة تدريب مدة شهر أو شهرين على الأقل، تعرف على بعض الأمور الأساسية في الزواج، حقوق، واجبات، التزامات، أمور متعلقة بالأطفال، بالحامل، يعني مجموعة من الأمور التي من شأنها أن تعطي زاد حقيبة لهذا الداخل على هذه الوضعية الجديدة،
تساعده وتتيح يعني توسع من مجال نظره، تعطيه تجارب سابقة كيف تم حل بعض الإشكاليات، شنو هي العقبات التي سيصادفها في الزواج، وأنه ليس كله يعني عسل كما يقال، ليس كله يعني ابتسامة، وإنما في صعوبات وفي تحمل للمسؤولية. حيت كاين بعض دابا ملي كنشوفوا كاين بعض الآباء اللي ما مستعدينش يكونوا آباء أصلا أو أمهات، يعني من هنا ومن هنا حتى كيلقى راسو هذا ما قادرش على المسؤوليه، ربما وقع له كي كي كيتازم نفسيا، شايف راسو ما اش هذا الشيء انا كندير هنايا، ربما حتى الاهليه باش يشوف راسو واش قادر يكون اب وام ولا لا، حتى هذه مزيانه تكون في، لان راه ما راه مسؤوليه كبيره وراه معلوم مسؤوليه كبرى، لربما نجد في مجتمعنا ان بعض الشباب يعني سلوكهم الاجتماعي هو غير مستقيم، وأسر هؤلاء الشباب لكي يساعدهم على الاستقامة وعلى الاندماج في المجتمع يقوموا بتزويجهم، لربما يقولون أنه ربما عندما سيتزوج وسينجب أطفالا عيدر عقله في الأخر ما كيخرج بعض المرات، يعني هذه حكمة المجتمع بعض المرات، صحيح ان لاحظنا ان العديد من الشباب في المجتمع عندما يتزوج وينجب ربما سيدير عقله، ولكن في حالات اخرى كيخرج على عائله هذا هو، اذا ربما خصنا نفكروا بشكل جماعي في هذه الامكانيات لعلها تساهم، وما اننا كنا نناقش في الطلاق، في الطلاق وفي مسطره سواء طلاق او تطليق الشقاق وغيره كاين مسطره الصلح، هي مسطره اجباريه، وسواء كان هناك أطفال أو لم يكن هناك أطفال، حالتي لكان أطفال تتكون هناك أكثر من جلسة، ولكن أطفال تتكون جلسة للصلح، وكان فيها تفكير في الحكمين في الأسرة، انفتاح على المجالس العلمية المحلية، ولكن في نهاية المطاف لربما عندما نستمع إلى الكثير من المتدخلين في هذا الموضوع الغالب المقترحات تشير إلى أنه يجب إخراج هذه المؤسسة من المحاكم، لأنه أصلاً عندما نتحدث عن الصلح، نتحدث عن التوفيق، عن الوساطة، يجب أن تتم في مكان خارج المحكمة، في يعني مكان يمكننا أن نستمع بروية وبهدوء للزوجة، وأن نستمع كذلك بنفس الشروط للزوج، أن نفهم الإشكالات، أن نحاول أن نوفق، بمعنى يجب أن نقضي مجموعة من الجلسات لكي نصل إلى هذه النتيجة المهمة التي تحافظ على الأسرة. طبيعة الحال جوانب أخرى لابد أن لا ننساها، هي الجوانب المتعلقة بالسياسات العمومية التي يجب أن ترعاها الدولة، لأن الدستور يلزم الدولة بأن تحافظ على الأسرة باعتبار أن الأسرة هي الخلية الأساس للمجتمع، وأي أسرة؟ الأسرة القائمة على العقد الشرعي، ولذلك الدستور ألزم الدولة بأن تحافظ على الأسرة، وهذه المحافظة على الأسرة على وحدتها على استمرارها واستدامتها وعلى الأجيال الذين هم مستقبل الأمة، هذا الأمر يتطلب سياسات عمومية، يتطلب دعم لهذا الأسرة بطبيعة الحال بشكل يعني تنسيق ما بين المكونات وعدة أطراف الاندماجية ما بين جميع، حيت شفنا واحد هي كاين واحد بحال واحد الخليه مصغره، هذيك ما كرهناهاش توسع ويدخلوا فيها اطراف بحال خليه العنف ضد النساء، داخل فيها النيابه العامه، داخل فيها المحكمه، وكيل الملك، وهذا داخل فيها ربما حتى المراكز ديال الشرطه، فاش كتمشي للمراكز في الليل كتقول لهم راه زعما كليت قتل هاد العصا ولا شي حاجه، هما كي يعني كاين، ولكن مازال ملي كتهضر مع هذوك الاطراف كيقول لك مازال خصنا بزاف ديال الامكانيات، لان ملي كتجي المراه كتقول لك ما عنديش فين بات، فين غنديها تبات، على الاقل واحد الفتره انتقاليه، وما عندناش مكونات باش ما عندناش لي مويان باش نكريو ليها، ما عندناش يعني خصي تدخل ربما كما قلتي مجلس ديال حقوق الانسان، الوزاره المعنيه، ربما يدار صندوق لهاد العائلات هادو اللي كيتعرضوا للعنف، واحيانا راه الرجال كيتعرضوا للعنف باش ما نكونوش باش ما نديروش الحيف، ومثلا هادشي غنهضروا عليه. كاين واحد البلاغ اللي كان صدر عن عده جمعيات، انا منين حسبت لقيت تقريبا 35 جمعيه، ولقيت واحد الطلب اللي انا ما عرفتش، حيت ملي كيقول لك بدل ما تكون القوامه مسؤوليه مشتركه، سموها مسؤوليه مشتركه،
ولكن كنظن انا واش كاع النساء غادي يكونوا متفقين مع حيدرو القوامه، واش ماشي شي حاجه اللي غادي تزيد تقل كاهل المراه، لان مسؤوليه المشتركه بالنسبه لك انت واش حاجه مزيانه وتحيد القوامه، شنو بان لك في هذا المطلب؟ في الحقيقه بغض النظر على الجانب الفقهي الذي نترك للمختصين ان يتدخلوا فيه وان يكونوا ان يدلوا بدلوهم، وانا متاكد من ان لعلمائنا المغاربه باع كبير في هذا المجال، ويمكنهم ان يقدموا كما كان ديدنهم اجتهادات رصينه في هذا الموضوع، يعني تتماشى مع تغير الزمان وتغير الاحكام وتطلبات والحياه كلها تبدلت والتطورات اللي عرفها المجتمع. ولكن من الناحيه الواقعيه لا ارى مانعا في ان تكون للمراه ولايه على ابنائها، سواء في اثناء مرحله الزواج او عند الفراق، لانه هذا من شانه فقط ان يساهم ويساعد في تلبية مطالب الأطفال. يعني وجهة النظر أو الزاوية التي يجب أن نركز فيها هنا هي زاوية المصلحة الفضلى للأطفال. عندما ننظر إلى هذا الموضوع ليس من جانب الأم أو من جانب الأب، وإنما من جانب مصلحة هؤلاء الأطفال. فأين هي المصلحة؟ مصلحة هؤلاء الأطفال يجب أن تكون في تيسير أمورهم بدل تعقيدها، بمعنى أنه هذا الطفل الذي يكون تحت حضانة والدته وهي التي تقوم بتربيته بحمايته من الصغر إلى أن يصل راشدا، فلماذا نمنع هذه الأم من أن تقوم ببعض الإجراءات الإدارية التي ليس من حقها اليوم لان ليست لها النيابه القانونيه على ابنائها؟ يعني لذلك بغات تسافر بهم وداك الشيء. نعم. حتى الانتقال، حتى لما انا حيت كنشوف حتى ملي ما كيكونش مشكل، يعني ما كاينش خصام ما بين الزوجين وكتمشي باش تنقل ولدها من مدرسه لمدرسه، كاين اشكال، راه ما كيبغوش يعني. ولذلك يجب، هو اشكال، لماذا هو الاشكال؟ لانه اشكال في القانون. عندما يحل الاشكال في القانون، يعني الادارات في نهايه المطاف كيطبقوا القوانين، تطبقوا القوانين، بالتالي عندما سيحل هذا الاشكال الإدارة لن يعني لن تمانع في الأمر. ولذلك أرى أن في الحقيقة يجب تمكين الأمهات والآباء في نفس الوقت، يعني يبقى للأب تبقى لهم هذه السلطة، ولكن هناك الإشراف القضائي. إذا تعسفت الأم في هذا يعني في هذه الصلاحية، يمكن للأب أن يذهب إلى القضاء يعني بدعوى الشطط هذه الطليقة، هذه الزوجة السابقة، أنها تعسفت في استعمال هذا الحق ومنعته مثلا من القيام بالرقابة على أبنائه إلى آخره، وقيامه بالصلاحيات التي يعطيها له القانون. إذن في نهاية المطاف، سواء من حيث السفر بالمحظون، سواء من حيث القيام بمصالحه الإدارية إلى آخره، يمكن أن نحل هذا الإشكال بأن تكون هناك نوع من المسؤولية المشتركة بين الزوجين، وهذا في الحقيقة تؤسس له مدونة الأسرة عندما ركزت على مبدأ المساواة بين الطرفين من الفصول الأولى أو المواد الأولى لهذه المدونة. كاين عاوتاني في هذوك المطالب اللي شفتها، لأن كانوا بزاف ديال المطالب، من بينها حيت يمكن الوقت ما كيسعفناش باش نذكرهم كاملين، ولكن الحوايج اللي بانوا لي فيهم شويه ديال الغاء تزويج الطفلات، هذه انا كنظن زعما قانونيا الدوله غاديه في هاد سميتو، رغم ان عطاو للقاضي هو يديسيدي، هو اللي يقرر على حسب الوضعيه الاجتماعيه، واحيانا هذيك الوضعيه الاجتماعيه ديال ديك البنيته، لان كنسميوها طفله باقي ما دايرش 18 عام، كنقول علاش غادي هذيك الحاله الاجتماعيه ديالها تجني عليها، حيت غادي تجني عليها الا وهي ما غتعرفش مازال مصلحتها، وكتلقى راسها مطلقه بوليدات وهي يلا عندها 20 عام. فكانوا مطالب كيقولوا علاش ما نحسنوش الوضعيه الاجتماعيه ديالها ونوفروا لها انها تمشي تقرا، وانها تمشي لدار الطالبه الا ما عندهاش فين تمشي وتقرا وتكمل قرايتها، وحتى تولي في سن رشد وهي تقرر واش تزوج ولا ما تزوج. كاين منع تعدد الزوجات، هذه غنظن وقيله هي اللي دارت شويه ديال كيقول لك منع، ماشي
شنو بان لك في هذا المطلب حتى هويا؟ الاول ولا الثاني؟ شوف اللي بغيتي ودرج درج باش كلشي يفهمنا. ندرجوا درج. اذا بالنسبه للزواج القاصرات او يعني القاعده هو ان المدونات الاسرى حدات سن 18 سنه للزواج يعني الفتيان والفتيات، ولكن داروا دي زيكسيبسيون. كان الاستثناء هو انه في بشروط معينه يمكننا نزوجوا اللي قل من 18 سنه. اللي بينات الاحصائيات ان الفتيان ما عدد الفتيان اللي تيطلبوا انهم يتزوجوا قلال ولكن الفتيات النسب ديالهم كثيره، واحصائيات بينات انها نسب يعني كبيره خاصه لدرجة بدا الحديث على انها اصبحت قاعده ما بقيناش في الاستثناء. والواقع ان لا احد يعني اذا سالته هل تريد ان تزوج ابنتك وهي لازالت في عمر الزهور لازال لم تصل 18 سنه لا احد سيوافق هذا الحقيقه. ولكن عندنا هذه الخصوصيه المغربيه ديال المجتمعات، المجتمع المغربي في كثير من المناطق المرتبطه في شق منها نسبيه في بعض القرى في بعض الجبال يعني بعض القبائل المرتبطه بالشرف، الخوف من انه اذا لم يتم تزويج تلك الفتاه اللي قل من 18 سنه انه يمكن ان تتزوج، او يخافون الفضيحه يخافون على الشرف، والشرف عنده واحد القيمه كبيره مرتبط هذا مساله. وكاين الشق الثاني المرتبط اجتماعيا، ما عندوش باش يكبرها باش يقريها كيخاف عليها يبقى يصيفطها تقرا كيقول لك ما تبقاش مسؤوليتي. واذا منش معنى هاد الامور كلها هو الحل ديالها هو حل في السياسات العموميه اكثر منه هو في القانون، بمعنى انه ولكن يبدو ان هذا المجهود اللي غادا فيه الدوله في انها تتبنى يعني انها دوله اجتماعيه وانها غادا في سياسات الحماية الاجتماعية والإعانات التي ستقدم إلى العائلات إلى آخره، ربما يعني ستدعم هذا البعد هذا. ويجب أن يتقوى، يجب أن يتقوى بمعنى مشاريع مدرة للدخل لهذه الأسر إلى آخره لكي نتغلب على هذا الإشكال، لأنه في نهاية المطاف القانون يجب أن يلقى المقبولية لدى المجتمع. اما القاعده القانونيه الا الناس ما تقبلهاش راه ما غنخدموش بها. لان في نهايه المطاف هذاك القانون راه كيجي باش يحمي الحقوق وباش يسمع المطالب ديال الناس، حتى الا كانت شي حاجه غادي تضر الاغلبيه ما كاينلاش. الا شفتي راه حتى في هذه المدونه الاسره ملي كثر اللغط قال الملك قبل انا ما جيتش باش نحل ما حرم الله ولا نحرم ما حلل الله، يعني نبقاو في هذا الاطار. وكيبقى مثلا هاد تعدد الزوجات، حنا غنرجع لك لهذا السؤال، ربما كاين في النصوص الشرعيه ولكن غادي نقولوا عاوتاني فهم وتفسير النصوص الشرعيه، ما غاديش نحرموا ولا نحلوا، ولكن حتى ذاك الفهم ربما خصو اعاده النظر. شنو بالك انت في هذا التعدد ديال هذا الموضوع؟ يعني المغرب حاول يعني يجتهد ما امكن، بمعنى انه عمليا الاحصائيات ما عطاتناش بعد 20 سنة تقريبا من التطبيق نسب كبيرة ديال التعدد. قليلة يعني قليلة جدا. ما عندكش إحصائيات ربما تقريبية؟ تتكلموا على 1% يعني جوج، يعني أكبر إحصاء سمعته 3% بمعنى ديال نسب التعدد، بمعنى المجتمع المغربي يعني هذا التعدد لا يطرح ما كيطرحش مشكل، إشكال عملي يعني هو إشكال نقاش وكلام وكذا، أما على المستوى العملي. والحل اللي مشى فيه المغرب هو انه كانه منع التعدد، يعني عمليا بغيت فك معاه عمليا يا ربي يعني بغيت تزوج وما يكونش عزو. هذا هو يعني عندنا المساله الاولى، اولا تقول المراه التي تشترط على زوجها الا يتزوج بمراه اخرى فليس له الحق في ان يعدد. اذا هذه المساله الاولى، اذا يمكننا نخدموا من حيث الإعلام وكذا أنها المرأة عندما تريد أن تبرم عقد الزواج تشترط على زوجها ألا تتزوج عليه، وهذا ما يمكنش راجل يقول لها بغيت نتزوج عليك. يقدر يقولها لها على حسب لا في الأول هنا يلا غنقولوا بسم الله. لما يمكنش يعني تقول له أنا عنشرط عليك بغيت تزوج بيا ولكن عنشرط عليك ما تزوجش عليا، يقول لها واخا يعني خليوها اختيارية بالنسبة لك، ما نديروش المنع في القانون. لا دابا أنا مثلا معك في تحليل، يلا تنقول إذا هذا القانون تعطينا هذه الإمكانية أن النساء كل النساء
يمكنهن ان يشترطن هذا الشرط. ولا الشرط وهذا الشرط عمليا ها اوه. المساله الثانيه هو انه كاين قيود. القيد الاول هو هل هناك من ضروره، هل هناك من مبرر موضوعي. في بعض الاحيان ستكون صعوبات في الاسره، مثلا امراه ثبت انها لا تلد ورجل يحب ولاد زوجته ويريد الابقاء عليها ويريد ولاد الاولاد، ربما حاله واقعيه نقدروا قبلوها وهي زعما شوف الا كيبغي مراته خصو يصبر نكونوا واضحين ماشي ويرضى بالحكم ديال سيدي ربي. صحيح. احنا كاين حاله اخرى انها تكون مريضه. يعني كاين بزاف ديال الحالات، يعني الحالات حنا نتحدث عن حالات واقعيه لا يمكن ان يعني ان نقوم بحصرها جزم. ولذلك هذا الاختيار اللي كان اختيار فيه نوع من الحكمه، يعني فيه التضييق والتشديد، يعني الجانب المالي، يعني امكانيه فتح الاسرتين ثانية. امكانيه الماليه وافقت الزوجه الاولى وقليل فين ستو يعني باش توافق، الا ما وافقاتش صافي تنمشيو للتطليق ولا طلق، معناه انه ما بقاش دير التعدد ولات عنده عين وحده او انه يتراجع. اذا لاحظي معايا انه كان بعض التحايل يمكن ان يكون من هنا او هناك، هذا التحايل يمكن ان يتم يعني تضييق عليه دعم. وبالتالي بالنسبه يعني الناحيه الدينيه كان هناك اجتهاد مهم للفقيه المرحوم علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي، ذهب الى انه في الخمسينيات، احنا دابا حنا راه في 2023 بمعنى في هذا يعني في هذا العصر باب اولى، انه يراها مع هذا يعني الواقع المجتمعي والتاثير ديال التعدد على يعني تفكيك الاسر، ديال واحد النوع من الصعوبات التي تعرفها الاسر والشحناء الى اخره، فاجتهد وقال في هذا الجد انه مع منع التعدد، بمعنى انه حتى في الفقهاء يمكن ان نجد من الفقهاء من يذهب الى منع التعدد. عمليا نصوص المدونات الأسرة يعني شبه منع، يعني شبه منع موجود فيها. يعني هذا انا بان لي ماشي موضوع ماشي موضوع ديال الاختلاف، يعني غادي غير يزيد شويه ديال التشنج ما محتاجينوش يعني هذا هو حنا في غنى عنه. بالنسبه ليك حيت بحال هضرنا بزاف على الزوج والزوجه، وحتى في المطالب اللي شفتها الاغلبيه شويه هملوا الابناء، حيت مني الابناء كيوقع طلاق اول واحد كيتحمل، لان هادوك راشدين راه غيتحملوا المسؤوليه ديال القرارات ديالهم. الاولاد اللي كيطيح عليهم داكشي بحال كيلقاو راسهم مشاكل، ما يعرفوا يردوا راس الباين، ما يعرفوا يمشي واش يجيو مع هذا يجيو مع هذا، هذا كيضغط عليهم، لان احنا عارفين كيفاش كيطلقوا، مازال عندنا باقي ما عندناش هذاك الطلاق الحضاري اللي كيبقى قليل، كاين ولكن قليل اتفاقي ونبقاو اصدقاء وولادي يجيو عندك وقت ما وهذا وهذا. بالنسبه لك كيفاش زعما نحافظوا على الابناء نفسيا وجسديا وحقوقيا، يعني ما يتضروش بزاف، كيفاش نحافظوا عليهم؟ واش نديروا منظومه خاصه بهم هما؟ يا شنو المقترحات اللي تقدر تقولهم باش الاولاد ما يتضروش؟ هذا الموضوع في الحقيقه مهم جدا، وهذا السؤال مهم، لانه يجب الا كان شي اجتهاد في الحقيقه. طرحت عليه واحد الاستاذه نفس السؤال وقلت لها الا اهتمينا بالطفل في هذه الاصلاحات الجديده المرتقبه وعطيناه واحد الاولويه اكبر، غنكونوا يعني زدنا خطوه الى الامام، لان فعلا الطرف الضعيف في هذه العلاقه الثلاثيه هما الاطفال. ولا خرجوا معطوبين مع دابا ارتفاع الطلاق، راه المغرب يمكن مصنف كانت مصر سابقه، دابا داكشي مهول، المغرب تصنف هو الاول، خرجوا معطوبين، راه المجتمع ديالنا مستقبل المجتمع يعني غيكون معطوب، هذا هو، يعني خص التوازن النفسي صحيح. وبالتالي يجب ان يعني هذه التعديلات وهذه الاصلاحات المرتقبه يجب ان تراعي هذه المصلحه الفضلى للطفل، بمعنى دائما مصالحه هي الأولوية. للرعاية، يعني إشراكه، الاستماع إليه، الاستماع إلى وجهة نظره، مواكبة نفسية، مواكبة، وأيضا الانتباه. مثلا يمكن مثلا عندنا في القانون الحالي واحد المادة تقول إلى المرأة تزوجت حيدوا لها الحضانة، ولكن تصوروا معايا أن هذه المرأة يمكن تزوج وولدها مع الزوج الجديد ولا بنتها، جاب معدلات في الدراسه مزيانه
يعني هاد الزواج ديال المو ما كانش مشكلش ليه واحد الضرر نفسي، لان مثلا المعدلات ولا هذا تتبين يعني راه مازال الاهتمام بداك الطفل والدليل ان في دراسته مزيان الى اخره. هذا جانب ممكن، علاش غيحيدوها له ديك الساعه؟ يعني ممكن نعتمدوا. وممكن الحاجه الثانيه هو ان القاضي يسولوا يعني في جلسه خاصه كي دايره المعامله فين بغيتي بمعنى، ويمكن في حاله واحده اخرى ولو انها ممكن انا تبان لي ولو انها تكون ما مزوجاش ولكن الا كانت في دراسته مأثر في حياته النفسيه متاثر، يمكن القاضي يحيد لها الحضانه يعني خاص. ولكن حتى نشوفوا لا ماشي ماشي ماشي، حيت الا كان العامل المادي هو اللي مخلي الماين يعني في حاله ماشي ثالث ما الا خرجت، حيت ملي كيطلقوا لحد الان شفنا بان كاين الاشكال المادي راه كيأثر بزاف قبل الطلاق ومور الطلاق. نعم فهمتي، هنا غادي نرجعوا لحديث اخر باننا خصنا نضمنوا الادنى مستويات العيش الكريم باش اصلا هذاك لو كوبل ما يوصلش للطلاق ما الى ذلك. ولكن ها هو ان حاله ديال الطلاق، الام مأثره ماديا، لقات راسها خرجت من الدار رجعت لدار باها اللي ربما صغيره وداك الوليد وهذا وهذا وهذا، واش ماشي من الاحرى تكون واحد الحياه كريمه لديك الماين باش تقدر تهلا في داك الوليد قبل ما نفكروا اننا نحيدوه لها ونزيدوا مشكل اخر نفسي وما الى ذلك. هذه مساله كما مرتبطه بالسياسه العموميه، غادي نرجعوا للسياسه العموميه. لان حيت ملي تيطلقوا الراجل تيشد طريقه، المراه تشد طريقها، بيناتهم دوك الوليدات، هاد الوليدات القانون تيقول ان باهم خصو ينفق عليهم واحتمهم الى عندها الفلوس او يعني ميسوره سي خصها تنفق عليهم الى باهم ما عندوش. بمعنى وان هاد الوليدات كما يمكن لهم يدعيو باهم باش ينفق عليهم، راه يمكن لهم يدعيو امهم باش تنفق عليهم. لان هذه مساله كاينه حتى في المدونه الحاليه، هذا امر كاين. وبالتالي الامور الاخرى هي مساله مرتبطه بسياسات عموميه موجوده في يعني في الدوله، وانه ضمان الحقوق الانسانيه وضمان الحقوق التنمويه للنساء مساله يعني يجب العمل ضروري عليها. هي ماشي للنساء، لجميع المواطنين يعني رجال ونساء يجب ان نضمن لهم الكرامه ويعني العيش الكريم. يعني كما جات هنايا انت كتتفق مع في هذه التنسيقيه ديال المنظمات النسائيه انه تكون واحد الهيئه بحال المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي كتراعي الاسره بشموليتها، يسمعوا الاب يسمعوا الام يسمعوا الوليدات ويديروا لهم واحد الحل. وخرى كنظن غتكون عندها الخدمه اكثر من الجميع، لان بنسبه الطلاق اللي هي مرتفعه راه كل دقيقه ربما هذاك الشيء اللي شفته انايا الصباح واحد داك الشيء كيخلع. ودابا كاين تخوفات ان الناس غتبقى تزعم على الطلاق الا كانوا بلوس دو دووا، وهذا عاوتاني فيه كثير ما يقال. بالنسبه لك يمكن انت كتوافق على اساس تكون هيئه اللي كتشرف على لاكومبانيومون المواكبه ديال الاسره بمكوناتها قبل الطلاق وبعد الطلاق. ربما هو كاين اليات يعني مؤسساتيه يعني راه تم خلقهم ودابا عندهم كاين القانون يعني صدر، حيت الوزاره شفناها ما لكن الاضافه للوزاره كاين مجلس ديال الطفوله والاسره، يعني كاين واحد الهيئات المرتبطه بالجانب الطفوله وبجانب الاسره، يعني هي في طور تعيين ربما الاعضاء ديالها. ولكن من الناحيه القانونيه كاين الهيكل القانوني والاطار القانوني تم يعني اصداره وتم نشر هذه القوانين المؤطره. اذا هذا اذا كنت تتكلمي على هذا الجانب، هذا كاين مطالب هنايا كيقول هيئه الشباب، لكن هذا احنا حتى في الخطاب الملكي ديال عيد العرش في 2022 كانت هذه الدعوه لتفعيل هذه المؤسسات. بمعنى يجب نعم يجب تعيين المسؤولين والافراد اللي يكونوا في هذه المؤسسات. كاين باقي باغي نهضروا على جوج ديال هذا قبل ما نمشيو نختموا الحلقه باش نهضروا شويه على الراجل نعطيه حتى هو حقه ما يقولوش لينا الناس راكو. كاين واحد الحاله ان الراجل حتى هو الا كان مجوج باجنبيه ما عندوش الحق يطلق واخا كتغيب عليه. كاين هنا عندنا ان الرجل يعني لقاو حل ان المراه الا كيغيب عليها الرجل عام كتمشي كتطلق راسها وهذا. ولكن واحد الحاله مازال ما ردولهاش البال، حيت كنت كنهضر مع واحد المحامي وقفوا في هاد زوج امريكانيه غابت عليه ما كيقدرش يطلق كيبقى مرهون حتى هوايا
ما هو قادر يمشي بوراقه يمشي يرجع لي زيتازوني مثلا ولا لفرنسا ولا فين ما كان، ما قادر يطلقها، ما قادر يعدد لان ممنوع التعدد، ما قادر ياخذ حقوقه، ما قادر، ما عرفتش واش هذا الجانب ردوا له البال ولا لحيت هما ما ذكرينوش. ولكن انت شنو كيبان لك في هذا؟ هو كاين واحد النقاش هو في حقيقه بالنسبه للطلاق، بالنسبه للزواج كاين الزواج بالوكاله وهذا مهم، ان لا سيما بالنسبه للمغاربه في العالم، مغاربه العالم، وعندنا جاليه كبيره في خارج المغرب، وهذه الجاليه تريد الزواج وفق يعني القوانين المغربيه وعرف المغربيه الى اخره، ولكن العمل وظروفه تتمنع. القانون اباح هذه الامكانيه ديال الزواج بالوكاله، بمعنى الاب ديال الزوج ولا ديال الزوجه ولا اخ ولا هذا يمكن له ينوب. في الطلاق ما كاينش هذا النص، ما كاينش الوكاله، ربما ما كاينش العمل القضائي في بعض المحاكم، يعني يمكن تخوف ديفا يتصور داك الشيء. العمل القضائي يقبل، بعض المحاكم تتقبل طلاق بالوكاله وكاله. يعني اجتهادا كعمل قضائي ربما في هذا يعني في هذا التعديل يمكن يكون شي صيغه ولا شي تعديل تعطي هذا التعديل بالوكاله. هذا من جانب. من جانب ثاني اننا احنا الان مقبلين على اصلاح والمصادقة على قانون المسطرة المدنية. وفي هذا القانون ديال المسطرة المدنية عيفك لنا نسبيا على الأقل، هذا هو المرتقب، مسطرة التبليغ، لأن كان الإشكالية في هذه المسائل ديال الطلاق في قضايا الطلاق إلى آخره، ولا سيما أن هذه الأشخاص هذه الأزواج غير معروف مكان الإقامة ديالهم، تيسافروا خارج المغرب كما قلتي من حالة الولايات المتحدة الأمريكية ولا فرنسا ولا غيرها من الدول، وبالتالي صعب لانه سنتكلموا عليه يجب ان نبلغ الى الطرف الثاني وان يجيب ان يحضر لكي نقوم بالصلح الى اخره. والحال انا لا نعرف مكان هذه المراه، الزوج ولا الزوجه، الزوج او الزوجه. ولذلك القانون المسطره المدنيه سيسعف في حل هذا الاشكال، لان القوانين هي تتكامل فيما بينها، وهذه المساطير ستطبق على قانون الأسرة، وبالتالي ربما يتفك هذا الإشكال. أنا عندي واحد الملاحظة على هذه، مثلا التطليق بالوكالة دابا احنا كنتقدموا يعني معلوماتيا، وهذا اللي ما كانش عنده يعني القدرة باش يجي، علاش ما يديروش معاه كونفرنس؟ يعني يقدر يدير يهضر مع القاضي بلايف، ها أنا في فرنسا وهذا، وأنا تنقول لك يعني بكامل القوايا العقلية ما مهددني حتى شي واحد، لأن تديك الوكالة لقوا بأنك يكون يقدر يزور شي واحد باغي يطلق فلان، يطلق فرتلان، مشاكل اجتماعيه، مشاكل على ورث، مشاكل على هذا، فربما خصها تفكر يعني القوانين انها تدخل هاد لا تكنولوجي اللي زادت في صياغه القوانين. ربما لا، ماشي متفق معك، ماشي ربما اكيد نحن امام يعني هذه الثوره الرقميه وهي دخلت الى المجال القضائي كما غيره من المجالات، وصبحنا امام التقاضي عن بعد. لاحظنا شفناها في كوفيد، جائحة كورونا كانت تقاضي عن بعد الى اخره، والان يعني الدوله والمرفق القضاء بصفه عامه يتجه الى هذا في المساطير، في المقالات، في الاداء الرسوم عن طريق يعني كارت فيزا الى اخره، بمعنى عن بعد ما امكن ذلك. ويمكن تكون هذه فكره، وان كان الفلسفه ديال الطلاق هما اجين صالحكم بعدا، نصالحكم حنا ما بغيناكمش تطلقوا، ولكن في بعض الحالات بحال ملي كيكون الغياب، انا قلت لك ملي كيكون الغياب طلاق اتفاقي ولا الناس يكونوا مقتنعين، يعني جلسوا وشربوا قهوه كما تنقولوا ومقتنعين انه ممكن يمشي يستمروا، يمكن يعني انا قلت في هذه الحاله الوكاله ما قادرش يجي بدل ما تصيفط وثيقه. كان بعض الشهادات كانوا يقولوا لهم تحضروا في الجلسه الاولى وما تبقاوش تحضروا، ماشي مشكله، يعني على الاقل نتاكدوا بانك والوكاله راه يعني تدار في المصالح القنصليه، يعني ماشي في اي مكان، يعني تيكتبها وتمشي صادق عليها في مصلحه القنصليه تيرسلها للسيد اللي عينو عليه هنايا. نخليو الاخر بوغ لا فان الورث، لان عرفتي شنو نقول لك، ممانعه كثيره، باقي ما كاين حتى حد ما هضر على الورث، والناس كيستابقوا كيقولوا هذه المدونه وهذا، وغادي تهضر على الورث وهذا وهذا. كاين اقتراحات باش يكون اختياري بحال النظام ديال تونس اللي سبقونا بسنوات ضوئيه في هذا المجال، اللي بغى سيدي يطبق القانون المدني واللي بغى يطبق الشريعه، ولكم الاختيار، نتوما راشدين يعني تختاروا اللي بغيتوا، واللي عنده غير البنات وبغى يضمن لهم حقوقهم، وكاين واحد عمهم ما عمرو عرفهم في الحياه ديال ديما، وحتى كيموت خوه عاد كيجي كيقول لهم ديك الدار ديالي مثلا،
بالنسبه لك شنو انت حتى انت كتمثل مجتمع مدني ومحتك بالمجتمع المدني، شنو بالك في هذا موضوع الارث؟ موضوع حساس في الحقيقه بالنسبه للمجتمع المغربي، وهذه الحساسيه ديالو هي تنبع من جهه انه مرتبط بالدين الاسلامي. احنا دوله مسلمه، وهذه الدوله مسلمه هي مسلمه تتحس بها ماشي في القانون، حيث في الدستور كاينه، في الدستور كاينه، في تاريخ الدوله انها دوله مسلمه منذ قرون من دخل الاسلام، واكثر من ذلك حتى انت تسول الناس والال يعني استطلاعات الراي، الناس متشبته بالفهم يعني ايوا والفهم يعني هذا. وحنا نكمل معك، هنا تنتكلموا على يعني كاين نصوص قطعيه في هذا المجال، يعني هذا باش ناسسوا المساله. بالتالي حيت كاين اللي مشى هذاك اللي كتقول انت قطعي، كيقول لك الفهم ديالو ليس قطعي، لان في اخر المطاف ما تريده النصوص الشرعيه هو العدل، ولكن واش كيكون عدل ملي كيكون واحد الاب عنده ثلاثه د البنيتات ولا اربعه، وكيجي الاخ ولا الاب ولا شي حاجه وكيخرجهم، ووقعوا بزاف ديال وقعوا حالات من هذا الشيء، واش هذا عدل؟ متفق معك، دابا متفق معك من حيث نبدا من حيث اننا امام وقائع مستجده، اننا كنا في واحد النظام ديال الاسر الممتده اللي تتلقى الجد ترعى وليداتو والاحفاد ديالو والاحفاد كيكبروا في الدار الكبيره، الدار الكبيره وشي تيعاون شي. فهاد المنطق هذا يعني تنتكلموا على العصابه، على ان العم راه اب، وخا يموت الاب ديال البنيتات اللي تكلمتي عليهم، عمهم تيحضنهم وتيزوجهم تيرعاهم تيدافع عليهم بحال بناتو اكثر. دابا تبدل، دابا ماشي 100% تبدل، ولكن كاين يعني موجود بك، لا كاين كاين. انا ولينا دابا شقق اقتصاديه، الاقتصاديه الاجتماعيه ما عرفتش شنو، والناس عايشه بوحدها وما كاينش التواصل ما بين هذا، وبالتالي حتى ما بين الجيران، وبالتالي ولينا غادي لواحد النوع من الفردانيه مصغره. نعم. هذا النوع هذا ملي تيكون يعني واحد العائله عندها عير البنيتات وهذا، وملي تيتوفى هذا الاب هذا، فهاد الحاله الارث يعني عند امهم عندها واحد النصيب، والبنت ولا البنيتات يكون عندهم واحد النصيب، وتيشيط واحد النصيب. هذاك النصيب تيتعطى لواحد العم ولا ابن العم ولا هذا. كتقول علاش البين شحال هو؟ هذا هو السؤال. انا عطيتك السؤال، يعني هو في الحقيقه هذا الجواب على هذا الاشكال ما مرتبطش بمساله المساواه. نحن هنا لسنا يعني امام مساله المساواه، ولكن نحن امام مصلحة أخرى، أمام وضعية مستجدة، وبالتالي أظن أن الفقهاء المغاربة يمكنهم أن يعني أن يجتهدوا في هذا الإطار. حتى الآن كاين اجتهادات، راه كاين عندنا مجموعة من صياغ العقود اللي ممكن الدار، ممكن الصدقة، ممكن الهبة، ممكن إلى آخره، ولكن الناس عندما يرفعون هذا الإشكال تيبغيو يلقاو شي حل اللي اولا تيكونوا مرتاحين في ضميرهم، تعتبروه انه شرعي، لان العلماء هما اللي قالوا لهم هذا الحل راه شرعي. ثانيا حل مجاني، انهم بلا ما يمشيو عند العذور ولا الموثقين ويخلصوا على واحد العقد، وتخافوا لان هاد الابناء ولا الزوجه ولا الناس تخاف، تيقولوا راه ندير عقد ويقدر يجي شي واحد يعمر لي راس بنتي ودي لي هذا المنزل اللي انا هو اللي ساكن فيه ومستور فيه الى اخره. يعني ولكن كاين حلول، يقول حتى نتوفى يقدر يكسب حتى نتوفى. كاين، انا قلت لك كاين صياغ، دابا هذه الصياغ هي اللي ممكن تجي كتعديل، يعني تعطينا واحد الصيغه معينه، الناس اللي عندهم هذه الوضعيه هذه يمكن لهم يختاروا هذا الاختيار هذا، وتعطينا حل يعني حل شرعي وقانوني ما تيضرفش حد، يعني كاينه امكانيه يمكن يجي يتسهل هذا الامر اكثر، يمكن شي صيغه قانونيه تزيد تسهلنا وتكون مجانيه. سالينا هنايا، واخا باقي بزاف ما يتقال، ولكن كنظن هضرنا شويه 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 على كل شيء، وما همناش حتى الراجل، وكنتمناو ان نوصلوا لواحد الحل، ان كما قلتي انت يكون تدريب، تكوين، تاهيل الأسرة ديال المستقبل وليس تنفير.
انا ساليت، الى باقي شي سؤال عندي كنتي باغي نطرحه عليك ما طرحتوش ربما هو الموضوع طويل وفيه ما يتقال، ربما نخلو الحلقات اخرى مع المستجدات الى كان مستجدات نرى هنا الاشاره ان شاء الله. ايوا تبارك الله عليك، شكرا لك. على الحضور. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، نلتقي في حلقه مقبله باذن الله.